السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم أكن لم أنتظر الكثير بعدين يعني بارتاج ما فيديو وشاركونا هذه الفيديو من مدريد عاصمة إسبانيا. اليوم نحن هنا من أجل لقاء هام لشخصية كي هذه الشخصية ستلعب دور كبير في الملف الجزائري، ليس لمساعدتنا على التضامن، لمساعدتنا فقط على أن لا نظلم، أن لا تكون هناك تلاعبات، لأنه ضغط كبير من طرف أوروبيات في الكاف وكذلك في الفيفا ضد الجزائر وأمور أخرى تطرقنا إليها. لا، ليس الوقت يعني الذي يعني الناس تتدخل إلى كل شيء. أولاً أخصص بالذكر هذه الفيديو القضية لإخواني المصريين والتونسيين، أبعث بنداء إليكم وأحييكم على كل العمل الذي قمتم به وعلى وقوفكم بجانب الشعب الجزائري وفريق الوطن الجزائري لما تعرض له في مقابلة النكسة أو مقابلة الخيانة أو مقابلة الرشوة أو مقابلة التي تكلم عليها العالم والصحافة العالمية يعني بدون استثناء. لا يوجد منبر إعلامي عالمي ولم يشكك في المقابلة، يعني دون تكلم عن الأدلة والملفات التي هي في قيد يعني النظر في فيفا وأمور أخرى كما قلناها في يعني في الكولسة، لأن هذه الأمور تمشي في الغير. نداء إلى إخواني الإعلاميين والمصريين المشجعين المصريين والتونسيين وكل الحرف في إفريقيا أتكلم بالعربية، هذه القضية ليست قضية فقط من أجل مقابلة الجزائر والكاميرون، بل هي لنضع حد للفضيحة وللفساد في الكاف. هذه كما نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني هي كانت شرط اسم الجزائر لكن سترجع بخير على كل الأفارقة، لأن صورة الكاف في إفريقيا فساد، تعاون، رشوة، حكام، يعني الكل يعترف بهذا، صورة سيئة جدا، سيئة جدا. وحان الوقت وهذه فرصتنا إخواني يعني المصريين، إخواني التونسيين، إخواننا المغاربة كذلك الواقفين معنا، لا أتكلم عن الأوروبيات، لا واقفين معنا أحييهم وأشكرهم. إذا هذا الأمر يخصنا كلنا، ليس فقط لنصرة فريق الجزائري، هذا الأمر العالم كله يجزم بأن الجزائر ظلمت ويجب أن تنصف إيجابيا مهما كان الثمن، لكن سننتهز الفرصة ونكسر ونهدم معبد الكاف، معبد الفساد الذي استشرى فيه شراء الدمم، شراء الحكام، البيع والشراء. كذلك النقطة الثانية أغتنم الفرصة وأنا عند السيد رجل الأعمال الجزائري الشريف الحر، هو يعني نقطة من بحر هنالك كثير مناطق في الجزائر، نريد أن نحييه ونشكره على وقفته وعلى مكاتب محاماته الذين هم لنا السد والسند سواء كان في جنيف في سويسرا وكذلك هنا في مدريد لمساعدتنا لإيجاد كما نسميه لوبينغ انترناسيونال وإيجاد حلول وشخصيات تساعد في هذا الملف الجزائري. إذا أحييك أخي يوسف وأشكرك باسم كل الشعب الجزائري مع أنه يقول هذا واجبي من أجل الجزائر. أحييك، أن تريد أن تقول كلمة لكل الجزائريين. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشعب الجزائري، حياكم الله إن كنتم، مرحبا بكم في مدريد الأخ عادل، شكرا، رمضان كريم وسنة طيبين. أشيد لكم نبي هذا واجب وطني وبأي جزائري عادي موجود داخل الجزائر وخارج الجزائر، هذا ما قمناش به بحاجة أمر من أي شعب، هذا واجبنا. شفنا باللي الفريق الوطني مظلوم في الجزائر حقا، مع الأسف موجود خاونة كما موجودين دائما داخل الجزائر وخارج الجزائر ما يحبوش الخير للجزائر. فاحنا نتمنى نخدموا للوطن والشعب الجزائري فقط، أنا ما يهمني سياسي ولا يهمني عسكري ولا يهمني معارضة، أنا لست من المعارضة ولست من الدولة الجزائرية، أنا مواطن جزائري. شكرا لك، فيك وفيك أخي يوسف، وشكرا على صفة المساندة. إذا أحيي كل الجزائريين، لا ضاع حق امرأة وطالب، لا ضاع حق امرأة وطالب، لا ضاع حق امرأة وطالب، وأعيد وأكرر أن الله سبحانه وتعالى قال: اسعى يا عبدي وأنا أعينك، وكل ما أقوم به لرفع راية الجزائر، رغم أن الأعداء كلهم ضدنا، لكن سنكون يد واحدة ونداء إلى الإعلاميين الجزائريين، أقول لهم هذه قضية كرامة، وهذا الجزائر معروف، احنا كما قلتها كل مرة الجزائر ليس بديون.
وكذلك شكرا للشعب التونسي والاعلاميين التونسيين، احييكم واحيي كل الاعلاميين الجزائريين الشرفاء سواء كانوا في قطر او في اوروبا او في اي مكان، وباذن الله سيكون